في يوم 10/6/2019 بيان من الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد أنه بصدد إعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية، يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لموسم 19/20. مش أنا اللي بقول، الملاحظات أمام حضراتكم أهو. يوم 10/6/2019 الاتحاد المصري بيصدر بيان أنا هعمل لائحة جديدة يا جماعة والمشروع بتاعها هبعته للأندية. لم يتم إرسال المشروع للنادي الأهلي. طيب يجي النادي الأهلي في 29/7، النادي الأهلي يطلب رسميا، مش يطلب بقى بالبق، مش بيطلب بالكلام، لا بيطلب رسميا جميع اللوائح المنظمة لموسم 19/20. لم يتم الرد على خطاب النادي الأهلي حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم. في 24/9 الاتحاد المصري يرسل جدول مباريات الدوري العام من الأسبوع الأول للأسبوع 17 من غير مواعيد ومن غير ملاعب، أو من غير تحديد ملاعب. في 17/9 النادي الأهلي يرسل مجددا طلب اللوائح قبل انطلاق مسابقة الدوري، علما بأن الاتحاد حدد يوم 21/9/2019 اللي هو كان بداية الدوري العام المصري، وتم إجراء القرعة يوم 12/9. هل تم الرد على خطاب النادي الأهلي؟ لم يتم الرد على خطاب النادي الأهلي حتى هذه اللحظة. يوم 20/9 النادي الأهلي يستلم نظام وشروط مسابقة الدوري العام لموسم 19/20، متضمنة نظام وشروط مسابقة الكاس والسوبر ومنشور وتعليمات القيد فقط. ده يوم كام؟ 20/9 قبل الدوري بيوم واحد. ولكن تم فعليا تفعيل اللائحة الجديدة في العديد من بنودها، وعليه لا يمكن الرجوع إلى بنود لوائح سابقة سواء من حيث المضمون أو الشكل. ده يوم 20/9، يعني إيه؟ يوم 20/9 نادي الأهلي استلم نظام وشروط مسابقة الدوري، ورقة كده أو ورق بيجي تعتبر زي لائحة كده، بيقولوا لنادي الأهلي فيها إيه؟ نظام وشروط مسابقة الكاس والسوبر ومنشور تعليمات القيد فقط. خلاص؟ يوم 1/10، أنا بس هرجع لكل نقطة من دول. يوم 1/10 النادي الأهلي يرسل مجددا طلبا للوائح، ولكن لم يتم الرد على النادي الأهلي حتى هذه اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم. لم يتم الرد على النادي الأهلي في ولا حاجة من الحاجات اللي بعتها النادي الأهلي. وبالمناسبة النادي الأهلي يمكن النادي الوحيد، أنا معرفش بقية الأندية بتعمل إيه، ولكن النادي الأهلي على الأقل دائما قبل بداية الموسم بيبعت يقول يا جماعة ابعتوا لي اللوائح، ابعتوا لي اللوائح ان انا همشي بيها السنه دي، هل هي اللائحه بتاعت السنه اللي قبلها ولا هنعمل لوائح جديده؟ ها؟ حد يقول لي؟ طيب. عمال تقوله لنا ده احنا مش فاهمين حاجه. هفهم حضراتكم واحده واحده. لائحه 2013 بتقول ايه؟ بتقول ان النادي اللي يروح يلعب مباراه او ما يلعبش المباراه ويكمل بقيه مباريات الدوري يتخصم منه 3 نقاط في اول الدوري و3 نقاط في اخر الدوري. خلاص؟ عارفين حضراتكم اللائحة الجديدة أو اللي هي نظام وشروط مسابقة الدوري العام لموسم 19/20 متضمنة إيه؟ لو سمحت نزلها لي يا سمير. البند رقم 30 بيقول لك إيه؟ خلاف العقوبات الموضحة بلائحة المسابقات تكون الغرامة المالية التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد على الأندية واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية على النحو التالي: مبلغ 50,000 جنيه على النادي الذي تأخر عن موعد بدء المباراة واعتبرته اللجنة متخلفا عنها، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في اللائحة. تاني بند، وده الأهم بالنسبة لي، لا والبند الأول ده برضو مهم: مبلغ 200,000 جنيه على النادي الذي ينسحب من المباراة واستكمل باقي المباريات، بالإضافة إلى
تحمله كافة التعويضات عن الخسائر المادية التي تعرض لها النادي الآخر المدار من الانسحاب، سواء إعلانات أو نقل تلفزيوني إلى آخره، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها باللائحة. مبلغ 300,000 جنيه على النادي الذي ينسحب من المباراة ولا يستكمل المباريات المتبقية له، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها باللائحة. اللي هي أنهي لائحة؟ اللي هي لائحة سنة إيه؟ ولا لائحة سنة كام؟ اللائحة الجديدة اللي احنا ماشيين عليها دي، ولا اللائحة القديمة بتاعة 2013؟ اللائحة الجديدة بتقول إن أنا لو ما روحتش الماتش هدفع 200,000 جنيه. مش أنا اللي بقول والله، مش أنا. ده بس أنا عارف إن دي هتمثل صدمة كبيرة جدا لناس كتير من لا يشجع النادي الأهلي. بالنسبة لهم لما ألاقي الكلام ده مش من كلام قناة الأهلي، ده من الاتحاد المصري لكرة القدم، اللي هي اللجنة اللي بتدير الاتحاد المصري لكرة القدم، مش كلامي ولا كلام محمود سعيد ولا عاطف جبر ولا الممل الإعداد، لا، ده كلام اللائحة بتقول كده، أو اللي هي، أو خلينا أتكلم صح، نظام وشروط مسابقة الدوري العام لموسم 19-20، مش أنا اللي باعتها، حضرتك اللي باعتها كاتحاد كورة أو كلجنة بتدير الاتحاد الكورة. وبعدين هو حضرتك بتقول لي ان انا هطبق عليك لائحة 2013 اللي انتهت. ليه انتهت يا جماعة؟ حضراتكم بتسألوني ليه انتهت؟ هقول لكم ليه حالا. انتهت لانه هو طبق اللائحة الجديدة، او طبق نظام وشروط مسابقة الدوري العام موسم 19-20 ونظام وشروط مسابقة الكاس والسوبر والكلام ده. ليه طبقها؟ هو النادي الاهلي لما اتاخر، او لما اللجنه شافت، لجنه الانضباط شافت ان هو متاخر، طبقوا عليه لائحه بكام؟ ب 50,000 جنيه. لما كلمت كابتن سيد عبد الحفيظ والعميد محمد مرجان قالوا لي ايه؟ قالوا لي اه احنا دفعنا 50,000 جنيه. وبالتالي اذا ما تطبق هي اللائحه اللي امام حضراتكم دي، اللي مكتوب فيها ان النادي اللي ما يروحش يدفع 200,000 جنيه. مش انا اللي كاتبها، الاتحاد اللي كاتبها. فحضرتك طبقتها بان انت تعمل 50,000 جنيه. طب في 2013 اللي انت عايز تطبقها دلوقتي، في 2013 اللي انت عايز تطبقها دلوقتي على النادي الاهلي، ها، كان غرامه التاخير كام على ان انت تنزل الملعب؟ غرامه التاخير كام؟ كانت 10,000 جنيه. كانت 10,000 جنيه، دلوقتي غرامه التاخير 50,000 جنيه. يبقى انا كنادي اهلي ماشي بايه؟ هو ده النظام اللي انا ماشي بيه، هي الورقه دي اللي انا ماشي بيها حضرتك. ما عنديش اي لوائح تانيه اقدر اتكلم فيها، لان انت طبقت اللوائح اللي كانت، او الشروط المسابقه اللي موجوده هنا، ما طبقتش اللوائح. وبالتالي كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوا ده ما هي الا اشاعات اشاعات اشاعات. اي كلام، اي كلام بيتقال. انا بجيب لحضراتكم يا جماعه والله العظيم ثلاثه، الموضوع بسيط وسهل، سهل قوي ان انت تروح تعرف الحاجات دي، واتعب نفسك بس شويه، اتعب نفسك شويه وشوف، هتلاقي نفسك الحاجات دي بتعرف تجيبها. اي مذيع او اي مقدم برامج بيقدر يعمل الكلام ده بمنتهى البساطه. ولكن الناس بس مش عايزه تجتهد، الناس عايزه تضرب في النادي الاهلي وخلاص، الناس عايزه النادي الاهلي يطلع بره، من لا يشجع النادي الاهلي يعني بيضربوا في النادي الاهلي عشان يطلع بره الخط، عشان اللعيبه ما تركزش، عشان المدير الفني ما يركزش، عشان ما ياخدوش الدوري رقم 42 وما ياخدوش الدوري رقم 43 وما ياخدوش كاس افريقيا رقم 9 وما ياخدوش بطوله السوبر وما ياخدوش وما ياخدوش وما ياخدوش. هو ده اللي عايزين يعملوه. فانا دوري كقناه النادي الاهلي ان انا اقول لحضراتكم اللي بيحصل، واقسم بالله العظيم ده ما كلامي، ده كلام الاتحاد المصري لكره القدم، اللجنه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم، مش انا. دي اللائحه اللي اتنفذت الجديده، والناس اللي دفعت الغرامه ال 50,000 بناء عليها. طيب في لائحه 2013 ما هو برضو انت عايز تقع في شر اعمالك. طيب خد بقى، في لائحه 2013 اللي انت عايز تطبقها بمزاجك، بالمزاج على النادي الاهلي ومش هيحصل، في لائحه 2013 من ضمن بنود هذه اللائحة إيه؟
معلش انا دي هقراها معلش مضطر. ان الاتحاد المصري من حق الاتحاد المصري لكرة القدم او مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم ايقاف النشاط لاي نادي لم يلتزم بسداد ديونه للاتحاد المصري لكرة القدم في الموسم التالي، ويجوز ايضا استبعاده من سجلات الاتحاد. الكلام ده في لائحة 2013-2014. كان هناك بعض الأندية التي لم تدفع حقوق لاعبيها خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا، ولكن لم يتم استبعادهم حتى هذه اللحظة، لسه دافعينها من شوية. ولولا الاتحاد الأفريقي لما بعت وقال لازم الناس دي تدفع اللي عليها وتظبط أمورها. هو أنتوا ساكتين على الناس دي ليه؟ هو حضراتكم ساكتين على الناس دي ليه؟ ما قلتوش ليه ساعتها إن يجب أن يتم تطبيق اللائحة؟ ولا هو النادي الأهلي أنتوا عايزين توقعوه خلاص؟ هو النادي الأهلي أنتوا عايزين تضربوا فيه وخلاص؟ أنا عارف إن الكلام كتير قوي، فمعلش حضراتكم لازم تبقوا يعني أنا آسف جدا مطرطقين ودانكم معايا في هذا الكلام، لأنه مش أنا اللي بقوله، ده الاتحاد اللي بيقوله مش أنا. هو حضرتك ما طبقتش اللائحة في 2013 ليه؟ إن أنت استبعدت الأندية اللي ما دفعتش الفلوس اللي عليها، ولا هو عشان النادي الأهلي كان دافع الفلوس اللي عليه وأندية أخرى ما دفعتش فأنت ها؟ حد بس يرد عليا في هذا الموضوع. إيه رأي حضراتكم في الكلام اللي أنا بقوله ده؟ هل هو كلام من دماغنا؟ ولا كلام إحنا جايبينه من اللوائح والقوانين اللي حضراتكم للناس اللي ما بتشجعش النادي الأهلي عمالين تقولوه خلاص عشان عايزين تزعلوا جمهور النادي الأهلي وخلاص؟ لا، مش هتعرفوا. احنا دورنا ان احنا ننور هذا الجمهور، نقول لهم ان في نور هنا بيحصل او في حاجة بتحصل. الراجل تعبان، ويعني انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده عشان محدش يقول لي مش عارف ايه، لكن لم يتم ايقاف اي نشاط اي نادي، لم يتم اي حاجة، لم يتم استبعاد اي نادي لانهم ما دفعوش فلوسهم، الفلوس اللي عليهم للاتحاد، كله اتطبخ وكله اتدرمغ وكله مشي 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 لغايه لما حصل الكلام ده. طب هو حضرتك عايز تطبق لائحه 2013 ليه على النادي الاهلي وانت بنفسك اللي لغيتها وطبقت اللائحه الجديده بدليل ال 50,000 جنيه اللي احنا دفعناهم كنادي اهلي؟ انا ما بتكلمش على انديه ثانيه، انا بتكلم عن النادي الاهلي. علامه استفهام قد الاستوديو ده، كبيرة جدا جدا جدا، لا كبر لو عندك الشاشة أكبر من كده، علامة استفهام كبيرة جدا. هو في إيه يا جماعة؟ هو في إيه؟ النادي الأهلي هو نادي الوطنية، وبالمناسبة برضو مهم جدا أقول لحضراتكم فارق ما بين حاجتين، حاجتين مهمين قوي. الفارق ما بين الوطنية وادعاء الوطنية، الفارق ما بين الوطنية والدعاء الوطنية. وأنا آسف إن أنا هقول الكلام ده واللي يحصل يحصل بقى، يعني أنا خلاص ما عنديش مشكلة. الوطنية تتمثل في، هقول لكم إزاي، عندما تكون هناك أسرار في الغرف المغلقة تظل دائما في الغرف المغلقة داخل النادي الأهلي. إيه يا عم إسلام اللي أنت بتقوله ده؟ يعني عندما تحدث أمور تخص البلد في الغرف المغلقة بيحصل ايه؟ بتظل دائما طول ما هي مع مجلس إدارة النادي الأهلي بتظل دائما في الغرف المغلقة. ده اللي اسمه الوطنية على فكرة، هي دي الوطنية. محدش بيطلع يزايد، محدش بيطلع يكشف يقول أي كلام، محدش بيطلع يقول الحقائق أو الحاجات اللي بتحصل عشان سلامة البلد أهم حاجة. محدش عندنا في النادي الأهلي بيقول الكلام ده، مع إن في ناس بتبقى عارفة المواضيع دي. محدش بيطلع اللي هو الدعاء الوطنية. ما هو ده الفرق ما بين الوطنية والدعاء الوطنية. حاجات كتيرة جدا وملابسات كتيرة جدا حصلت خلال الفترة اللي فاتت، هل ينفع نطلع نقولها؟ هو لا، مش خايفين من حاجة طبعا، ولكن هي أمور يجب أن تظل دائما في الغرف المغلقة لأنها أمور تخص الوطن. وبالتالي هناك فارق كبير ما بين الوطنية ها والدعاء الوطنية، اللي هو ايه؟ انا عندي الوطنية، انا راجل وطني، انا بحب الوطن،
ده في ناس ما بتشجعش النادي الاهلي هي اللي بتقول كده، ولازم الماتش مش عارف يتاجل، ولازم مش عارف ايه، لان فيه وفيه وفيه وفيه. ايه يا جماعه ده؟ ايه يا جماعه ده؟ ما الناس اللي قاعده هنا هي اللي قاعده هنا. لكن الفارق ما بين الوطنيه وادعاء الوطنيه هو الفارق الكبير جدا جدا ما بين النادي الاهلي واي نادي اخر. او من يدعي الشو اللي هو المنظره. ايه رايك؟ ايه راي حضراتكم في اللي انا بقوله ده؟ دي حاجه كده بس بالمناسبه وانا بتكلم معاكم في اللوائح والقوانين، لان انا موضوع الوطنيه ده بالنسبه لنا احنا اتعلمناه جوه النادي الاهلي وتعلمناه جوه كل الانديه اللي لعبت فيها، ولكن جوه النادي الاهلي بتبقى الامور لانه 70 80 مليون ماشيين وراك بيشجعوك. فبالتالي انت الوطنيه بالنسبه لك دي حاجه جوه قلبك، هنا بتفضل جوه قلبك. والامن بيفضل هو هو اللي بيقرر كل شيء، ولكن مش كل حاجه تقول الامن بقى. اذا ما كنتش قادر تعمل كده استقيل يا اخي. استقيله، انا اسف في كلمه يا اخي دي لكن مش قصدي، استقيله. اذا ما كنتوش قادرين تشوفوا الموضوع ماشي ازاي وعايزين تحابوا بعض الانديه على النادي الاهلي، لا مش هيحصل. عمرها ما هتحصل. ومحدش هيقف، لا محدش هيسكت على الكلام ده. لانه ده كلام مش مظبوط. وكل اثاره الفتنه واللي حضراتكم شايفينه ده هم ناس معروفه بالاسم هي اللي بتعمل الكلام ده. هل حضراتكم عمركم شفتوا؟ اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم. بكلم الكابتن خطيب بقالي شهرين او ثلاث شهور. يا كابتن من فضلك جمهور النادي الاهلي عايز يشوفك. يا كابتن من فضلك جمهور النادي الاهلي عايز يشوفك من خلال القناه. يا كابتن من فضلك جمهور النادي الاهلي عايز يشوفك. كلمه واحده بس بتتقال لي، يا اسلام انا جمهور النادي الاهلي ده فوق دماغي، ولكن مش هو ده التوقيت اللي انا اطلع اتكلم فيه. توقيت او الناس تشوفني من خلال الشغل اللي احنا بنعمله. انا مش المفروض ان انا اقول حاجه زي دي، مش المفروض ان انا اقول حاجه زي دي، بس انا هقولها وما بقولهاش تطبيق. اللي عايز يقول تطبيق يقول، اللي عايز يقول اي حاجه يقولها، ولكن هي دي الحقيقه. اقسم بالله العظيم شهرين او ثلاث شهور بكلم الكابتن خطيب، هو انا بقولها على الهوا. ده مش دوري، يقول لي ده مش دوري. طول عمرنا ماشيين بالشكل ده وبالاسلوب ده. انا بشتغل واعضاء مجلس الاداره كلهم كل واحد بيشتغل في الملف الخاص بيه. هو ده النادي الاهلي، هي دي مؤسسه النادي الاهلي، هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي وكل الانديه الاخرى. عشان كده الناس ده الناس متضايقه، الناس زعلانه، الناس هتموت. هو ليه النادي الاهلي كده؟ ليه النادي الاهلي دايما واقف على رجله؟ ليه النادي الاهلي دايما الناس واقفه وراه؟ هو ده النادي الاهلي، هو ده الفارق ما بين النادي الاهلي وكل شيء. انا اسف ان انا بقول كل الكلام ده وطولت جدا في الموضوع ده، ولكن هي دي الحقيقه. بعدين هو النادي الاهلي قدم كام شكوى؟ والله انا ما انا فاكر كام شكوى. يعني احنا غلطانين ان احنا كمان ما جبناش اللوائح دي من خلال الورق عشان ما بقاش بقول اي كلام. لكن قدمنا كام شكوى؟ النادي الاهلي قدم كام شكوى؟ هو حضرتك فين من شكاوي النادي الاهلي؟ هو حضرتك فين ضد البذاءات وضد قله ال مش عايز الاساءات، انا هقول الاساءات، البذاءات والاساءات اللي بتحصل ضد النادي الاهلي وضد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وضد كل العالم، كل الرياضه في مصر باستثناء البعض بس. هو فين حضراتكم من الكلام ده؟ هو فين اللوائح؟ فين القوانين؟ فين لجنه الانضباط؟ فين الكلام ده كله؟ هو ليه حضراتكم بتعملوا كده؟ هو انتوا فاكرين النادي الاهلي كلجنه، اللجنه فاكره كده يعني ان النادي الاهلي عمر ما النادي الاهلي هيبص تحت. النادي الاهلي مصلحه البلد، مصلحه البلد، مصلحه النادي الاهلي وجمهوره ولاعبيه ومجلس ادارته، وبعد كده هو ده النادي الاهلي بيبص له دايما. هو ده الاسلوب اللي بيمشي بيه النادي الاهلي، هو ده الاسلوب اللي بيمشي بيه مؤسسه النادي الاهلي. وبعدين بلاش مزايده وبلاش اللي انتوا عمالين تعملوه ده. الفيلم اللي انتوا عمالين تعملوه ده فيلم فاشل، فيلم فاشل. كل شويه كل شويه اقروا السطرين اللي بيبقوا في بدايه بيان النادي الاهلي، اقروهم كده كل شويه. بلاش الافلام الفاشله والافلام الهابطه دي، افلام تجاريه دي ممكن نسال فيها الناس. يعني دي افلام تجاريه بقى لها 100 سنه، هو نفس الكلام، هو نفس الاسلوب. هو ايه يا جماعه ده؟ زهقنا وتعبنا.
لكن انا كل دوري ان انا اوضح لحضراتكم مش بالزعيق، مش بالجعجعه، مش بالبذاءات، مش بالسب، مش بالشتيمه، ولكن بالورق والقوانين والخطابات المتبادله ما بين الاتحاد المصري لكره القدم او اللجنه التي تدير الاتحاد المصري لكره القدم وما بين مجلس اداره النادي الاهلي او النادي الاهلي. مش هو النادي الاهلي بيطلب ايه؟ النادي الاهلي بيطلب ايه يا جماعه؟ حد يقول لي، حد يرد عليا. نمره واحد، النادي الاهلي بيطلب تكافؤ الفرص ما بين ال 18 نادي. ال 18 نادي مش النادي الاهلي بس. بيطلب ايه تاني غير مبدا تكافؤ الفرص؟ العداله واحترام جدول الدوري اللي حضرتك عملته، اللي بالمناسبه الاستاذ حسام الزناتي او كابتن حسام الزناتي قال ايه بمناسبه بقى موضوع الموافقات الامنيه ده اللي عمالين اللبانه اللي طايره من هنا لهنا لهنا. ان النادي الاهلي بيقول، او ان الاستاذ حسام الزناتي اللي هو رئيس لجنه المسابقات قال ايه؟ قال انا مستني الموافقات الامنيه الخاصه بالملاعب علشان اسكن الملاعب. ده معناه ان الموافقات الامنيه بتيجي منين يا متعلمين؟ انا دايما بقول الكلمه دي، يا متعلمين يا بتوع المدارس، الموافقات الامنيه بتيجي منين؟ طالما هو مستنيها من الاتحاد يبقى بتيجي منين؟ من الاتحاد المصري لكره القدم، مش مني كنادي. بالمناسبه يعني في وسط الكلام انا الحاجات دي كاتبها او بحاول اكتبها طول النهار النهارده عشان اطلع اتكلم مع حضراتكم، مش اي كلام، دي كلها حاجات مخاطبات رسميه وتصريح رسمي للاستاذ حسام الزناتي، مش اي كلام. انا بقى اناقش معاكم الموضوع من اليمين والشمال ومن فوق ومن تحت ومن كل الكلام اللي بيتقال وانا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه. الهدف ايه هو الهدف؟ معروف ان البعض من لا يشجع النادي الاهلي بيعملوا ايه؟ عايزين يخبطوا النادي الاهلي، شايفين النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله زي الفل، الدنيا ماشيه زي الفل، فلا خبط بقى واخبط وخبط يمين وخبط شمال عشان النادي الاهلي يقع. طب حتى انتوا قلتوا ان احنا، مش انتوا قلتوا ان احنا واقعين السنه اللي فاتت؟ خدنا الدوري ازاي يا جماعه واحنا واقعين؟ طيب عشان احنا النادي الافضل والاكثر تنظيما والنادي اللي عنده افضل جمهور واحسن جمهور وكل الكلام ده، وبنحاول على قد ما نقدر على قد ما نقدر النادي الاهلي ان يحترم اللوائح والقوانين. مش ذنبي ان الناس كلها الركب بتخبط في بعض، مش ذنبي ان الكل عايز يهرب من قدام النادي الاهلي وما يواجهش النادي الاهلي. وبعدين بمناسبه الكلام بتاع حضراتكم اللي هم من لا يشجع النادي الاهلي، كانوا بيقولوا ايه السنه اللي فاتت؟ النادي الاهلي واقع، على اعتبار النادي الاهلي كان واقع السنه اللي فاتت، خدنا الدوري لكن واقعين. ولكن في ظل الوقعان اللي احنا كنا فيه بنطالب باحترام اللوائح والقوانين. تخيلوا حضراتكم ولو احنا زي ما انتم بتقولوا جامدين برضه بنطالب بتطبيق اللوائح والقوانين ومبدأ تكافؤ الفرص. فالمبدأ واحد، كويس وحش أي حاجة ما عندناش مشكلة فيها. لكن المخاطبات اللي احنا بنتكلم فيها دي وبنقولها لحضراتكم بتقول معناها إيه؟ معناها إن النادي الأهلي نادي مؤسسي، نادي محترف، عنده ناس بتعرف تشتغل، ناس بتعرف تاخد وتدي، تاخد وتدي. ودائما النادي الاهلي ما يبحث عن المصلحه العامه لل 18 نادي، زي ما قلت لحضراتكم كفايه مزايده وكفايه متاجره وكفايه كلام الناس كلها بتشمئز منه. احنا عندنا ما نقدرش نقول كلام اكتر من كده بصراحه. احتراما وتقاليد وكل حاجه. احنا هنا بنحترم كل الناس وبنحب كل الناس، ولكن زهقنا. زهقنا. تعبنا. لكن ما عندناش مشكلة، هنفضل نجاهد وهنفضل نناضل وهنفضل نجيب حق النادي الأهلي وهنفضل نتكلم. مش أنا بتكلمش على نفسي، بتكلم على كل القناة. وبالمناسبة برضو صحيح حاجات كتيرة بتتفتح قدامي. هو مين اللي مسؤول؟ المسؤول الوحيد أو المسؤولية الإعلامية في النادي الأهلي لمين؟ يعني إذا طلع إكس من الناس في فيديو ودافع عن النادي الأهلي أنا مالي؟
انا كنادي اهلي انا ماليش علاقه، اللي عايز يدافع عني يدافع واللي مش عايز ده محب، واحد واحد يعني بيحب النادي الاهلي او اتنين او تلاته او عشره او ميه او مليون او زي ما تقول قول. فمين اللي مسؤول عن الناحيه الاعلاميه في النادي الاهلي او اي حاجه بتطلع؟ تلات حتت. المركز الاعلامي للنادي الاهلي بكل ما فيه بقى من تواصل اجتماعي وكل الكلام ده، قناه النادي الاهلي، مجله النادي الاهلي، بس هما دول. لكن في ناس بتطلع تتكلم عن النادي الاهلي وتقول وتدافع عن النادي الاهلي وتشتم في الانديه الاخرى، ملناش علاقه. انا مالي، انا ماليش علاقه حضرتك كنادي اهلي. اللي ليه علاقه الراجل اللي طالع يتكلم ده، هو حر، عايز يتكلم عايز يدافع. احنا ما انا شخصيا في ناس كتيره من اللي بتطلع ما يعني ما بنحبهمش لاشياء معينه، لكن واحد عايز يطلع يدافع ما تطلع تدافع ولا تتكلم. انا مالي وحضرتك بتدخلني انا ليه كنادي اهلي؟ النادي الاهلي ثلاث منصات، المركز الاعلامي، قناه المركز الاعلامي بكل السوشيال ميديا بتاعته، قناه النادي الاهلي بكل السوشيال ميديا بتاعتها، مجله النادي الاهلي. هم ده، هو ده الكلام اللي حضرتك تقدر تاخده من بق اي حد فيهم او من كلام اي حد فيهم. لكن اي حاجه تانية ماليش علاقه بيها، وما تدخلنيش لو سمحت فيها. فلان طلع شتم نادي اكس، نادي اكس، هو حر، انا مالي؟ انا ذنبي ايه؟ حضرتك بتيجي عليا انا ليه؟ انا مالي؟ ما يطلع يشتم ولا انا مالي؟ مش بتاعتي دي، فقره انا وانا مالي، انا هسميها فقره وانا مالي دي. حضرتك بتدخلني في القصص دي ليه؟ انا مش عارف. فالحقيقه يعني كلام كتير جدا كنت حابب ان انا اشرحه لحضراتكم، وانا اسف جدا على الاطاله النهارده، ولكن كان واجب عليا ان انا اطلع اقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل. كل الكلام اللي انا قلته ده ارجعوا فيه واحده واحده للمراسلات والمخاطبات اللي ما بين النادي الاهلي ومجلس اداره الاتحاد، هتعرفوا ان كل الكلام اللي بيتقال ده ما هو الا محاوله التاثير من لا يشجع النادي الاهلي على النادي الاهلي في قراراته خلال الفتره القادمه، ولكن سيظل دائما النادي الاهلي بيحاول يعلي المصلحه العامه للبلد ده اولا، وبعدين مجلس اداره النادي الاهلي بيفكر في مصلحه البلد اولا والنادي الاهلي ثانيا. اخر حاجه عايز اتكلم فيها مع حضراتكم برضو بمناسبه لائحه 2013 واللائحه بتاعه 2019 او النظام والشروط مسابقه الدوري في 2019. عارفين مين اللي كان مختص بالاجراءات الانضباطيه سنه 2013 او في اللائحه القديمه؟ مين؟ اكتبوا ورايا يا جماعه الكلام ده واسالوا عليه للناس اللي عايزه تسال يعني، او للناس اللي عايزه تفهم. في 2013 اختصاصات الاجراءات الانضباطيه كانت للجنه المسابقات فقط. في اللائحه اللي انت عايز تطبقها، ها؟ اللي تطبقها بمزاجك. عارفين في 2019 في السوبر ايه اللي حصل؟ الاختصاص الاجراءات الانضباطيه بقى في لجنه اخرى كمان. لجنة الانضباط والأخلاق زائد لجنة المسابقات. المرة الأولانية أو في 2013 كانت لجنة المسابقات فقط، دلوقتي لجنة الانضباط والأخلاق زائد لجنة المسابقات، وبالتالي تم تغيير كل اللوائح القديمة. ده بناء على مش كلامي ولكن كلام اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم. أنا آسف مرة تانية إن أنا طولت في هذا الموضوع، ولكن كان يجب إن احنا نقول لحضراتكم إن كل الكلام اللي بيحصل ده ما هو إلا فقاعات هواء. كل اللي بيحصل ده ليس له تأثير من هنا أو من هنا أو من كل الاتجاهات على قرارات النادي الأهلي في المستقبل القريب. لغاية دلوقتي النادي الأهلي متمسك بعد لغاية اللحظة اللي أنا بكلم حضراتكم فيها دي، النادي الأهلي متمسك بعدم اللعب أمام في أي مباراة خلال الفترة القادمة إلا بعد الانتهاء من المباراة نادي الزمالك، لأن ده الجدول اللي مش النادي الأهلي حطه بالمناسبة، الجدول اللي اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم هي اللي حطته، وبالتالي هي اللي لازم تحل هذا الموضوع مش النادي الأهلي. طيب معلش يوم طويل. خلينا بس نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هرجع اقرا برضو مع حضراتكم او هتكلم في موضوع مهم جدا، لانه انا سايب الموضوع ده بقى لي اسبوعين ثلاثه
ولكن هرجع له مره اخرى. ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم.